أمي تتصل بيه؟ علي فاضل؟ ألو؟ ها يمه؟ ألو ها يمه علاوي شونك؟ هلا يمه شونك؟ يمه دعيت لك بالصلاة. ألف رحمة. كون الله يوفقك. ألف رحمة على والديك يمه. رحم الله والديك. ويوقف لك ولد الحلال. الله يسلمك يا يمه. وكون مو واحد، ثلاثة. يمه اجا ولد الحلال. إيه يمه العدال عيب. أني مقابلة أبوك وقاعدين ندعي لك. ايش دعيتي لي يمه؟ روح يمه، إن شاء الله يجي الرزق بوجهك. يمه اجا بس إيدك ثقيلة. رب يكون يفتحها بوجهك. شباب، مو أنت يعني سلاب مرتب على الدولي والورد يعني هذا كاريزما الولد. أنت مو طلقتوني؟ يما كوني رزقك مثل ما رزق الحوت بالبحر. لا صوت ذبوب المي. يما راح اشوف الحوت شخصيا. يما ايش تحتاجين شيء من الحوت؟ زين يما هذول ولد الحلال ما يخالف تدعي لهم؟ كون ربي يوفقهم. ها والله الحجيه من تدعي. يما بعد دعوة دعوة. يما يكون طولة العمر. أوباما على الدولي. آخ علاء الإبراهيمي كان واحد من أشهر شعراء، وفي ليلة كان ضيف على برنامج شعري مهم في العصر العباسي اسمه خيل وليل. هذا مو برنامج خيل وليل؟ مرادة فتيان خامطة منك. رائد مكتبه بهذا، رائد حتى خامطة العازف مالتهم. تفضل أيها العازف. سادة علي مهند شم لبسك؟ والله دشداشة بس أشوفها مالتك. طبعاً شنو المقدم مال برنامج كان ترند، واحد من أهم المقدمين في العصر العباسي. بالمونتاج راحت لك فوق صفقوا لك هيك بريء. قلت لك البراءة فطرية يا رجل. خلي جمهورنا الكريم يسمع فشي منك. اجبن استاذ مهند. اخوك انسان زاحف بالزحف خبرة، عند الزحف مو تعلوم شمرة. الله 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 الله. ما يهمني الشكل شي يصير خلي يصير، انا اسحب بالسرة من البيضة للسمرة. الله الله الله. اقلب بالنشر اقعد وحدي مرات. جميل. اقلب بالنشر من الصبح لليل، انا ما ردت هواي، ردت لوحدة مو عشرة. الله الله. انا منسحب عليها عندي كوم دروب. الله. اول وحدة حذرها من اللي يكذب، اجرها من السناب بحجتي تعب. اقل لها الولد اقل لها الولد كلهم ثعالب ذول، وبستقبل اجيها بحجتي كذب. الله 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 الله. احبتي احبتي نرجع وياكم لفقره قصه قصيده. قصه القصيده مالتي في اليوم طابق بالبساط طريق دولي خارجي. جميل. جاي جنبز بالتيارات ورتبهن ومعلق الكركوشه بالمرايه طبعا، وفات من يم بعير علي عائل الشكشك. الله. اكو بنيه قاعده لي ورا منزله جامه باعت لها وضحكت لها. ابوها شافني. وهنا نزل ابوها من بعير موتك تموت وانولدت عندك القصيده. لا غلس وطلع قبل. قويه. ظليت امشي بالبساطاني، امشي بالبساط، طبيت المنطقة الصحراوية واشوف لك ذيب. بعد ما بيها مجال، شاعر وشاف ذيب، يعني هسه اكيد انولدت عندك القصيدة. اقول لك انت بس تريد تسولف؟ انا القصيدة كتبتها مو على الليل ولا جمر ولا هاي السوالف. اي احكي لي شلون انولدت عندك القصيدة؟ اطلب ولا صاحب فلوس ما رجعها، انكتبت عليه قصيدة. اها، وهنا جمهورنا الكريم عرفنا شلون انولدت هاي القصيدة. اجبن. انا ذا داين ابد ما دا عيب،
فدوى رجعهن هذا نصر ما يتي بدل انا دا داين ابد ما دا عيب فدوى رجعهن هذا نصر ما يتي انا وضع مجزر وطالع حذاك انا وضع مجزر وطالع حذاك تخيل انت شلون صارت حالتي والله من اشوفك من اشوفك عيب تختل بالزقاق عيب قل لي وين الطير كلها ولايتي ابن ولايه قل لي وين الطير كلها ولايتي تقل لي باكر روح جايبهن وراك أه. هاي بطل هالدوالغ مالتي من ندق الباب لا تطلع لابوك يا ويلي عد بالبدايه انا دا داين ابد ما دا عيب والله فاشل قوة عضلها كم مرة سحبت بيج القصيدة دافر مو جديد علي الزحف حتى بالشعر تسحب طبعا طبعا مخرج من حقه يضرب راج دياد كمل من حقه يبطل ويعاقب علاوة بالقوة حافظها لا تقاطعني وياك حافظ لا تخاف كمل سال علاء انا دا داين ابد ما دا عيب فدوى رجعهن هذا نصر مايتي انا وضع مجزر وطالع حذاك تخيل انت شلون تستر حالتي من اشوفك بالفرع تخت الحرام زاد علي فاضل طلع الورقه واقرا من الاول قلت لك هسه انا متشمت يلا انا قاعد هنا استاذ علي لا العفو جنابك ما اقدر مدير مدير ما نقدر استاذ ما يصير والله بطل اللي واقف عاندني عاندني يلا عاندتني يلا خل اشوف امرح ارجع من البدايه والناس ما عندها شغل وعمل أن ابوكم نابه حتى ساعه السوداء اللي شفتكم بيها قلت لك من الاول طلع الورقه يا بقطع يا بقطع 200 دولار شو يصير عليك تسفين استاذ انت مقامك اعلى من هيك حتى يلا كمل استاذ علاء شكرا استاذ علي شكرا جنابك هذا الحفظ ما شاء الله ما راح يغلط ببيت هسه ابد انا دا داين نمس نمس انا دا داين ابد ما دا عيب هسه حفظته عافيه فدوى رجعهن هذا نصر مايتي انا وضع مجزر وطالع حداك تخيل انت شلون تستر حالتي من اشوفك عيب تختل بالزقاق من اشوفك عيب تختل بالزقاق قل لي وين الطير كلها ولايتي تقل لي باكر روح جايبهن وراك هاي بطل هالدوالغ مالتي من ندق الباب عيب لا مو هيك ما يمن من ندق الباب لحظة هو دق لو ما دق لحظة من ندق الباب لك خطك ما تفتح لك بعد شو اسوي لك والله الأباع مطبوعة مطبوعة ضاع مطبوعة ضاع أكو مشكلة مشكلة الراتب باكر إيه والله شنو تجارب تجاوبن من وين وين وقف هاي هاي بالكسرة لو بالفتحة إيه شوفك عيب تختل بالزقاق من هاي قلتها ليش شوفك المدرس من أشوفك عيب تختل بالزقاق قل لي وين الطير كلها ولايتي تقل لي باكر روح جايبهن وراك هاي بطل هالدوالغ مالتي من ندق الباب لا تطلع لابوك يقل لي ماكو انطر وحط وساتي راح انصحك ابد للداين صدير خلي هالبدنك لا تسوي سوايتي